يا خي. وين ابو عامر؟ بالمستشفى. ويلي شو صاير لبي؟ يا جماعه لا تقلقوا كثير، الزلمه كان تعبان من الصبح، قبل ما يخلص الدواء تعب اكثر فاخذناه على المستشفى. اي مستشفى؟ اخذناه على الوطني. ويلي ويلي، استنى استنى خي، رح غير ثيابي واجي معك. استنى فوت بس لبي ما غير ثيابي. ليك عمي، هن صرت شب وبدي اياك تهدي امك. شو صاير لبيي؟ قلي الحقيقه. صار معه جلطه. جلطه؟ طول بالك يا عمي ولا تبين شي قدام امك. الله يرضى عليك، منكون بشغلي منوقع بشغلي تاني. حاطينه بالعناية يا خيتي، ما في شيء، شوية تعب. لشو الأكسجين؟ طولي بالك مني، طولي بالك. يعني هذه ما أول مرة بيمرض بي، بعدين بتعرفي أنت الوقفة تحت الشمس بالله بتقطع الحيل. الله يلطف، الله يلطف. يا قرودك يا أرض، لو شو بك؟ شو حالك؟ نص الألف خمسمائة. والقرآن شكلك بقطع القلب. خرب بيتك، شو بتعرف تحكي؟ بالله ما يحكي الحق. ولك يا زلمة، نقره من نقره، شو ما حكيت أبي عجبه؟ لأنه بديش حكيك دج مثل الجقل. هلق يا دكانشي النشح، الجقل بيحكي؟ لا والله بيحكي، بيدج دج. لك خف عن الزلمة بخا، جايت موضوعنا. ولك يا جماعة، يا جماعة، زيارة المريض أبي يصير تطول. خلاص هي اطمنا أبو عامر، وصل لازم نروح بقى. اي والله شفناك بخير وسلامة، وإن شاء الله الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله بتقم لنا بالسلامة. شوف خير، جبت لك كليين رز وكليين سكر وعلبة متي. طب تقول جينا ودياتنا فاضية. الله يسلم هالدنيا. الله اكبر عليك وعلى بمشي معك. ولك شباب، شبك بدش حكيك مثل الارنبي. الارنبي؟ هلا الارنبي بتحكي؟ لا والله بدش. هلا ما خلصت السيجاره؟ لا والله خلصت. بالله تطفيها، ابصر مدخن قدامي. معك حق.